مساء الخير. بريطانيا وفرنسا تتفقان على أن خيارات كثيرة يجب أن تطرح على الطاولة رداً على الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات النظام السوري على بلدة دوما بالغوطة الشرقية وفق ما ذكرت الخارجية البريطانية. العراق يطلق حملة عسكرية في ديالى لملاحقة خلايا داعش النائمة في ثلاث مناطق في المحافظة. رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي في باريس، حيث تتناول المباحثات الثنائية آفاق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والشركات الاقتصادية بين البلدين. واحذروا يوتيوب يتجسس على أطفالكم. مجموعة من 23 منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الأطفال تقدم شكوى للحكومة الأمريكية تتهم فيها موقع يوتيوب التابع لجوجل بجمع معلومات عن الأطفال بشكل غير قانوني.